أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع برنامجنا ساعة التربية، الذي آمل أتمنى هدف من الأهداف. قبل ما نخش كنت بتكلم مع الإخراج، فكان بيتكلم على المشاكل، الأحداث، التطورات، ردود الأفعال، رد الابن لأبوه ورد البنت لأمها، والحياة الأسرية واللخبطة ومنشأ المشاكل اللي موجودة نفسيا في الأولاد الصغيرين، منشأها الخلافات ولا الانفصال ولا الطلاق ولا كذا ولا كذا. حوالين ده بندندن دايما، يعني احنا دايما لما بنتكلم في هندسة النفوس القصد ان انا ابني ازاي اقدر أكبر نفسية ابني. عادة النفس بتبقى سلوك وأسلوب وطريقة وتعاملات، ما بنحطهاش في المقام الأول، بيبقى في حاجات أهم من حاجات عندنا في مفاهيمنا. إن ابني يلبس ويأكل ويشرب ويخرج ويتفسح ويدرس بيبقى ليه المقام الأول، وعادة الآباء أما بيذكروا أولادهم بأنهم تعبانين في الحياة تعب شديد يقول لهم كنا بنوفر لكم كذا وكذا 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 وكذا، فرد الفعل الطبيعي بتاع الولد بس أنا كنت محتاج تيجي تقعد معايا في الفترة الفلانية اللي ما كنتش في حد جنبي، انت اديتني فلوس ما علمتنيش ازاي اعرف اصرفها، سمحتلي ان انا اخرج وما علمتنيش ازاي يبقى في صداقة، علمتني ازاي اما اغلط اجي اعترف، لكن رد فعلك يا بابا أو يا ماما خلاني أكتم الغلط بتاعي وأحطه جوايا وأكذب عليك وأقول لك عكس الموجود. عشان كده حطيت جملة طويلة النهاردة تحت عنوان هندسة النفوس. فعلا إحنا بنسرف بنزيد بنغرق أولادنا بحاجات كتيرة بلا هدف، من غير هدف واضح. أما بتفكر في الحرمان، هل الحرمان ده حرمان بيبقى نفسي ولا جسدي؟ الولد أما بيطلع عزيز النفس ده اللي متأكل ومتشرب ومتغذي ومتزغط وغيره، ده ابن الناس اللي معاها فلوس ومعاها كذا ومعاها كذا ومعاها كذا، عزة النفوس دي بتتربى ازاي؟ الرضا بيتربى ازاي؟ الثقة بالنفس بتتربى ازاي؟ الإحساس بإمكانيات بتتربى ازاي؟ إحساسي بمهاراتي بتتربى ازاي؟ إحساسي بإني أقدر بتتربى ازاي؟ الطموح بيتربى ازاي؟ التخطيط بيتربى ازاي؟ الاختيارات بتتربى ازاي؟ كل دي اختيارات وكل دي تربية وكل ده جزء مطلوب تكوينه داخل النفس البشرية بتاعت ابني. ده مش كلام فلسفي ولا صفصطة ولا نص فاضية. ليه؟
لأن قلة الطموح ممكن تخلي ابني يرضى بالأقل بالرغم إن قدراته عالية. قلة الطموح تخلي ناس توصل وناس ما توصلش. قلة الطموح أرضى بالقليل بدل ما أطمح في الكتير. قلة الطموح ما تخلينيش مجتهد. قلة الطموح تخليني مقضيها زي ما تيجي تيجي. قلة الطموح ممكن تصطدم مع زوجتي اللي حابة إن البيت يكبر ووضعنا الاجتماعي يتحسن والثقافي والتعليمي يتحسن، بس أنا مبلط على الخط يدوبك بشتغل الشغلانة وارجع أنام. حتى مش طموح في أولادي، فما بقعدش في وسطهم والعب معاهم واوجههم. مش طموح انهم يتعلموا، فما اجيبلهمش حاجه يتعلموا بيها. اقصى طموحي ان انا اقعد قدام التلفزيون ما انتخ، اجيب الفشار احط العيال اقعدوا نهزر هزارتين وكلمتين وانتهى اليوم على كده. يوم ما يصطدم بني آدم بزوجته في المناطق بتاعت الطموح دي يتخرب البيت، وبالتالي فكرة إن أنا ربي في ابني الطموح فكرة مهمة. فكرة إن أربي عندنا الثقة بالنفس مهمة. الثقة بالنفس دي هي اللي بتخليني أجرب، هي اللي بتخليني أغلط وأقوم، هي اللي بتخليني أواجه المشاكل، هي اللي بتخليني أقع وأقف. الثقة دي أما بتبقى موجودة أقدر أفرض الرأي وأقبل الرأي الآخر. تخيل لو افترضت ان انا واحد شغال في شغلانه وثقتي بنفسي ضعيفه، ادائي هيبقى عامل ازاي؟ كلمه تجيبني وكلمه توديني، وهاسعى الى ارضاء المحيطين بيا، وبالتالي نجاحي في العمل هيبقى ضعيف. في البيت ثقتي بنفسي ضعيفه، مش عارفه افرض رايي او اقول رايي، هبتدي اجعر في البيت وصوت وصرخ عشان اللي قدامي يسمعني، وتبتدي المسألة في عراك وشجار. طب ما نتكلم بهدوء. قلة الثقة دي تتنقل لأولادنا بالمواقف اللي بيشوفوها من بابا ومن ماما ومن الجيران ومن غيرهم. معنى كده الكلام اللي احنا بنقوله ده أساس عيشة البني آدمين. دايما يقولوا الإنسان هو اللي بيعمل الفلوس، هو اللي بيصنع، هو اللي بيهندس، هو اللي بيبني، هو اللي بيبدع، هو 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 هو. وبالتالي الاهتمام بإن نفوس أولادنا تبقى في الاتجاه السليم عامل أساسي أهم من الأكل، أهم من الشرب، أهم من اللبس، أهم من الخروج، أهم من الفسح. وإن كانت الحاجات دي مهمة لها ذات أهمية طبعا، لكن أنا لو هربي ابني على إن كل ما يطلب يجاب هيطلع ما يعرفش قيمة الحاجة، ما يعرفش قيمة الألم ده. طالما ما بعرفش قيمة الألم ده يبقى ما عرفش الدفع فيه جهد قد إيه، مش قرش. وبالتالي هتلاقي ولد يبقى معاه الألم الرصاص
بريه لحد الآخر ومحافظ على آخر حتة فيه، ولا التاني بيكسر في الأقلام، ولا التاني قاعد يكسر في السن ويرمي. إيه الفرق بين الطفل ده والطفل ده والطفل ده؟ الطفل اللي بيحافظ على الألم لآخره ده هو ده اللي يعرف قيمة جهد بابا اللي بيقوم بيه في شغله وتعب عشان يجيب لي الألم ده. الحاجة التانية إن يرد الجميل إن أنا بحافظ على الحاجة اللي أنت بتجيبها لي. النقطة التالتة إحساس بالعاطفة تجاه أي حاجة بابا بيجيبها لي أو ماما. اللي بيكسر في الأقلام عمال على بطال وما عندوش مشكلة غير إنه ما يعرفش قيمة الشيء، يبقى مش هيقدر مجهود أبوه ولا مجهود ماما، ولا كل شوية تصرخ فيه وتقول له الأقلام بتبوظ وبتتكسر وبتتعمل، ولا العند اللي بيتولد. الله، الحاجات الصغيرة دي بتكبر وبتكبر معانا، فتلاقي الشاب أبوه في مشكلة أو معضلة أو مرض ولا فارق معاه، نازل لأصحابه مقضيها وقته، هو أنا هقعد أعمل إيه يعني؟ طب ما هو بابا نايم في السرير وانا اقعد جنبه طول الوقت يا ماما، ده نوع. وفي نوع اول ما يرجع من المدرسه يجري على بابا ويطمن عليه ويحاول يشوف هو محتاج حاجه ولا مش محتاج حاجه، وبعض اوقات بيخش لمجرد انه يقول لبابا اخبارنا ايه. ده نوع وده نوع. ده نوع أما الأسرة بتقع في أزمة مادية، اتخصم من الأب، باظ حاجة في البيت فصلحوها، الجدة تعبت فساهم في حاجة فالدخل قل، بس احنا متفقين انك هتجيب لي الموبايل الشهرية ده، اشمعنى انا؟ اصحابي كلهم بيجي لهم موبايلات، اشمعنى ابو فلان وابو فلان وابو فلان وابو فلان؟ انا منظري هيبقى عامل ازاي؟ يخرب بيت منظرك، واد ما عندوش دم ولا احساس ولا شعور. مش الولد ده، الاب والام هم اللي ربوا فيه كده، فيجي بابا وماما يذكروه احنا حرمناك من حاجه قبل كده، احنا جبنا لك كل حاجة، اما بابا بيبقى معاه مش بيجيب لك يا حبيب قلبي، معلش الشهر ده عندنا الظروف عندنا كده، لا اتصرفوا بقى اتصرفوا بقى، انا ما مش هروح بقى بالتليفون ده، انا مش هروح بالتليفون. ده صنف من الاولاد. وفي صنف تاني وماله، هيتأخر شهرين ثلاثة مش مهم خلاص، ويجيب مصروفه ويتبرع بيه في البيت، أو يشارك، أو يتفقوا اتفاقية هيأجلوا إيه وما يأجلوش إيه. ده صنف وده صنف. في صنف من الولاد، لا أنا عاوز أشتري التلات تيشيرتات والبلطلونين. طب يا حبيبي إحنا بس هنجيب تيشيرتين بس وبلطلون عشان أختك كمان، عشان بابا نزل لقى الأسعار غليت شويتين فمش هينفع يوفر في الوقت ده، نجيب طقم لاختك وانت اهو هيبقى معاك طقمين. لا وانا مالي، وليه ما تجيبوليش زي اصحابي، وانا بخرج كل خميس ولازم اخرج كل مره بحاجه جديده، وانا قلت لاصحابي خلاص ان هم هيبقوا تلات تيشرتات وبلطلونين، اروح فين بقى واعمل ايه واسوي ايه؟ والبنوته التانيه ممكن تقول خلاص يا ماما جيبوا له اللي هو عاوزه،
أنا مش مهم. يا ده نوع وده نوع، ده تربى بشكل وده تربى بشكل. في ناس بتتحضر للحياة صح، أما الأب والأم يبقوا دماغ، ناس واعية وفاهمة. وفي ناس بتربي حلمنتيشي، أكل وشرب ولبس واعمل، وهو ده فرحانين بمنظر ابنهم وبلبسه وبجريه وبتنطيطه وبحلقة شعره والشياكة والشياكة اللي هو فيها والتعليم اللي هو متعلمه، لكن من جوه مخوخ، جوه فاضي، جوه لا قيم ولا مبادئ ولا أخلاقيات ولا معرفة للمجهود ولا للجهد ولا لغيره من الأمور. عشان كده بنشوف أمهات وآباء كبروا في السن وطعنوا في السن وقاعدين في بيتهم لوحدهم، محدش بيسأل عليهم إلا كل فترة طويلة. بقينا نشوف أولاد ممكن يجافوا أبوهم أو يجافوا أمهم فترات طويلة من غير استشعار بأي قيمة للأم دي أو للأب ده. إحنا فعلاً بندي كتير كآباء وأمهات، إحنا بنبذل الكثير كآباء وأمهات طبعاً، أنا لا أنكر ده، لا أنكر إنك بتصحي من الصبح تعملي السندوتشات، تصحي الأولاد، تفطريهم، تلبسيهم، تنزليهم على المدرسة، تحضري البيت، تطبخي وتكنسي وتعملي وتغسلي وتنتظري الأولاد أما يرجعوا، وممكن تروحي أنت تجيبيهم وترجعي على طول توديهم على الدرس بتاعهم ويرجعوا تذاكري لهم، وبعد كده بتنيميهم، وبعد كده بتخشي أنت مش حاسة بنفسك نايمة. بس فين التربية في كل ده؟ لا، مفيش حاجة من دي بتربي. زمان كنا بنقول على البط والوز، البيوت يعني زمان في القرية كانوا بينقوا يقنوا البط والوز والحمام ويا سلام بقى لو خروف بيتي مثلا ولا بتاع، فبنأكله وبنشربه وبنهتم بيه وبنعمل له كل ده. لكن أنا وأنا قاعد قدامكم بتكلم، أنا بتكلم بتركيبة شخصية، بتكلم بأسلوب ممكن أكون اتعلمته وأنا صغير، بتكلم بقدر من الثقة بالنفس ممكن أكون اتسلحت بيها في وقت من الأوقات من أبويا أو من أمي أو من عيلتي أو من أي حد. هو ده الأدوات اللي بيها البني آدم بيستعرض قدرته كطبيب، قدرته كمتخصص. عشان كده احنا بندفع كتير وبنغرق أولادنا كتير وبنديهم حاجات كتيرة، بس ده بيبعدنا عن الأهداف الحقيقية اللي المفترض بنربي أولادنا عليها. عارفين الفضل
كلمة الفضل دي ما يعرفهاش إلا لربه وأصحاب الأصول. لو كوباية مية ما ننساهاش إن فلان في الحر جاب لي كوباية مية وبنقول له تسلم إيديك. الفضل إن أي حد عمل حاجة كويسة صغيرة ولا كبيرة بحتفظ بيها في قلبي عرفان بالجميل. ليه العرفان بالجميل للأب والأم ما بقتش موجودة أو قلت؟ ليه لازم ماما وبابا يفكروني كابن إن ماما شالتني في بطنها 9 أشهر وكورت كده وزادت 20 كيلو وأما جات الولادة كانت صعبة وإنها في الأيام الأولى ما كانتش بتنام وأما كنت بسخن كانت بتسهر جنبي ومعايا وما كانت الحرارة بتعلى بتجري جري على البانيو عشان تحطني عشان تقل درجة الحرارة. أما كنت بشرق تخبط على ظهري وتقول الله أكبر الله أكبر كانت بتجري ورايا عشان تلبسني وتأكلني وتحميني وأبقى شبعان. ما كانتش بتستنى لحد ما عيط كانت بتيجي على طول جري. أول ما حبيت عملت فرح وأول ما نغيت عملت الليلة وأول ما وقفت قامت الدنيا وما قعدتش. تليفونات للكل البرنس حمادة وقف وما بدأت أتحرك بدأت تسقف وكان في الحضانة لو حد مد إيده عليا تروح وتتخانق وما أبقى زعلان بتيجي توسيني وأرجع بوجبي للريز للغلس وهي تقعد تذاكرلي مهما كانت تعبانة ومهما كانت مريضة ومهما كانت كذا. دور بيتكرر مرة واتنين وتلاتة على حسب الأولاد. ليه محتاجين أولادنا يحسوا بالفضل العالي ده بالرغم إنه عندهمش دم مش حاسين بيه وإحنا فاكرين إن لما نقول لهم هيحسوا. تخيل رد فعل اولاد لاباء لبابا ما يقول له ايه انتوا هتذلونا انكم ربيتونا هتذلونا عشان بتاكلونا وتشربونا هتذلونا عشان تجيب له موبايل. ده ردود اولاد لبابا وماما. وتخيل الاب والام من عاطفتهم يا اخي يتلهوا في نقطة انتوا حتى حرمونا ولا حتى في الكلمة دي ويدافعوا. لا مش كده بس هو المفروض. ليه الأم محتاجة إنها تفكر أولادها بفضل الأب بإنه بيخرج الصبح على باب الله أيا كانت وظيفته وتعبان طول النهار وبيتحمل ممكن يتحمل بعد الشغل أو إرهاق الشغل أو طبيعة الشغل ممكن يتحمل أوضاع الشغل اللي ما بتبقاش مناسبة ممكن يتحمل المدير بتاعه الرزل البايخ الغتيت
ممكن يتحمل أوضاع ممكن ما تكونش مناسبة، وفي الآخر أما يجي يروح البيت بيبقى فيه ابتسامة على وشه والكيس بتاع الشيبسي والحلويات في إيديه داخل على أولاده بالبهجة من غير ما يحسسهم قد إيه النهاردة كان مقهور أو متضايق أو مقريف أو مش مبسوط. كل ده فضل بيصل الأمر بآباء وأمهات إنهم يا أخي يستعطفوا العيال. أب يقول أنا كنت بقدم دواك على دوايا، أما تبقى محتاج لبس بجيب لك اللبس قبل ما أجيب لنفسي، فلوس الدروس بدبقها بدل ما أركب معرفش إيه بركب إيه عشان أوفر إيه. يا ابني أنا كنت ممكن أعيش أحسن من كده وتعيشوا أحسن من كده لولا إن أنا دخلتكم المدارس الفلانية عشان تتعلموا تعليم جيد. فضل فضل فضل، ونقعد نفكر ولادنا بالفضل، ويا ريت الكلام بيحوق. الكلام ما بيحوقش، لأن اللي مش هيحس بيه مش هيفهم أي حاجة. بابا ما بيتكلمش على إنه كان بيقدمك على نفسه ماديا معنويا. الأم اللي كانت سهرانة ما كانتش بتتكلم على تعبها طول الليل بقدر خوفها عليك وأهميتك. عشان كده بقول إن إحنا بنعمل لأولادنا حاجات كتيرة بلا هدف، والحاجة اللي محتاجة هدف بنسيبها. ساعات ما بلومش على الابن أو البنت إنهم مش عارفين قيمة أبوهم وأمهم، وبحمل بابا وماما حاجات كتير. أما يجي أب يتكلم على إن ابنه طالع مش ناجح، ساب له قرشين ضيعهم، داخل في مشاكل، عنده قضايا، عنده كذا، الأب بيتكلم على الجهد اللي عمله في سبيل إن ابنه ده يبقى كويس، لكن للأسف الزرعة طلعت معوجة. هل متصورين إن الشاب ده كبر على الإحساس بالفضل للأب والأم؟ هل متصورين إن الشاب ده حس في يوم من الأيام بتاع بابا وماما؟ هل الشاب ده حس في يوم من الأيام بقيمة بابا أو ماما؟ مستحيل. حط تحتها خط أحمر، مستحيل بسبب بابا وماما. بسبب بابا وماما، لأن كان كل حاجة بتجاب وكل حاجة عاوزها أهلا وسهلا، فأصبحت وظيفة بابا وماما ممول، وماما بتنفذ الأحلام. لا يعرفوا بابا تعب قد إيه، ولا ماما اتناقشت مع بابا قد إيه، ولا دبقت إيه، ولا دخلت في جمعيات إيه، ولا عملت إيه، ولا سوت إيه. معنى كلامي ببساطة إن إحنا بنجتهد في اتجاهات غلط، عشان كده عيالنا بيطلعوا بلا هدف.
يا ريت أما يلبسوا حلو قوي يحسوا بأثر النعمة وإن عينيهم مليانة. عيل غير واثق في نفسه مهما لبسته واثق من نفسه ما فيش ثقة بالنفس راحت. ناخد اتصال معاك. اتصال. اتفضل. اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسماء اتفضلي. ايوه يا دكتور. اتفضلي. انا ولادي قاعدين بيتفرجوا عليك دلوقتي ونفسي تقول لهم كلمتين عشان هما بيسمعوا كلامك كتير قوي وصراحه بيعملوا بيه. الاعمار السنيه. عنده 8 سنين جميل، والطفل الثاني عنده 7 سنين. الله اكبر. جمال. حاضر. الاثنين بيناتهم سنه واحده بس، الاثنين مش عارفه بيكرهوا بعض بيحبوا بعض بيتخانقوا على طول. لا بيلعبوا مع بعض. مش عارفه اساليهم كده هيقولوا لك بنلعب مع أنا بعض. بكرهك وده يقول له ده انا بقى مش بحبك. من ورا قلبهم، من ورا قلبهم ما بيرضاش ده. لو قاعدين بيذاكروا مع بعض يوم ده ما يرضاش يدي ده حاجه وده يقول له انا مش عايز منك كذا، ده ما يرضاش يديله. فالاثنين مع بعضيهم مشكله. فتعبني تعبني جدا جدا. هما الاثنين بس انهم مش متعاملين مع بعضيهم، مش طب لما متواصلين مع حضرتك بعضيهم. كده تيجي في وقت تقولي لهم بقى بقول لكم ايه، واحد في الصاله والتاني في الاوضه، يعملوا ايه؟ بالسمعة لو اما سمحت. حضرتك تحطي حد في الصاله والتاني في الاوضه وما تتكلموش مع بعض بقى. ما بيعملوش واجباتهم خالص. لو حطيت لكل واحد في مكان برضو ما بيعملوش واجباتهم ويقعدوا برضو ينكد ويزعيق ويضربوا بعض ويشكلوا مع وينكشوا بعض. بعض. وينكشوا فهم بعض. قاعدين بقى بيستمعوك. كنت عايزك توجه لهم رسالة كده. هم من قاعدين عينيا. بيستمعوك دلوقتي. ربنا يكرمك. شكرا. حاضر حاضر حاضر. شكرا. معانا خالد. ايوه خالد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ايوه السلام عليكم. ايوه عليكم السلام والرحمة والبركة. اتفضل. بقول لحضرتك انا عندي 3 اولاد. عندي ولد، كنت عندي ولد 5 سنوات يعني. كنت حضرتك بس كان في مشكلة واخده في وعندي بنت 3 سنوات ماشي، وولد طفل صغير اللي هو سنة يعني لسه صغير يعني. بس المشكلة عندي في الولد الكبير ان هو فعلا يعني ايه ساعات يعني كلام زي ما كلام حضرتك ان هو ساعات ما بيحسش بالنعمة مثلا، الإيلام بيكسرها. ان هو مثلا يعني لسه قاطع جنين، والدته كانت لسه جايه من بره بتقول لي قاطع جنين وكده. بس هو يعني هو كان عنده مشكله اللي هو حاطي شويه، وانا كنت سافرت السعوديه سنه وسبته وكان قاعد مع والدته بس. فهو كان ممكن والدته مثلا تلبي له حاجاته عشان يعني اخته الصغيره، يعني عشان اخته الصغيره كانت بترضع وكده، او فكانت ممكن ايه تلبي له حاجاته شويه يعني. بس انا حاولت يعني فتره شويه ان انا ما ايه مش كل حاجاته بلبيها له يعني. ماشي حضرتك. تمام كده كويس. حاضر. فالمهم انا في برضه مشكله عنده اللي هو بيقلد، يعني ايه بيقلد ناس يعني اي حد بيقلده بيحب يقلده. يعني مثلا بيجي السواق مثلا لو بيدخن ولا حاجه يقول لي انا ما انا بشرب سجاير زي السواق. كده يعني. وانا مثلا لما يجي يعمل يشوف اي حركه بره مثلا يحب يقلدها. حتى غلط بقى او صح ما هو بيحب يقلدها يعني. يحب يقلدها. بيحب مثلا يقلد زمايله في الحضانه او كده او زي قرايبه. هل مثلا الموضوع ده في قلق مثلا عليه في السن ده؟ هو مبدئيا ما كل اللي بتقوله ده تمام. مش مشكله، كلها ظواهر حاجه واحده بس، ان تمام. ابنك حركي. والطفل ما هو الحركي تمام. كطبيعه الحركي دايما بيكسر القواعد. يعني ايه؟ اللي نفسه يجربه تمام. بيجربه. انا بقى بيلعبوا سباحه والله. انا يعني مشترك له في السباحه، واضح وكنت انها مش اشترك له في كافيه. كومباز ممكن. واللي او وكمان اشترك له في الكوره. بس هو ما حبش الكوره يعني، حس ان هو يعني ما حبش اللعبه وكان بيلعب لوحده كده ما بقاش يلعب.
فهو حب السباحه اكتر يعني السباحه، فانا داومت له على السباحه. بس دلوقتي بقى طبعا عشان الجو والشتاء والكلام ده وهم موقفين يعني، طيب فانا والله طيب حاضر. يعني انا مداوم معاه على السباحه على طول يعني. حاضر، انا هرد على حضرتك بسهولة يعني وببساطة ان اتفضل. شاء الله. حاضر، شكرا، اتفضل 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 اتفضل. طيب اكمل بقى السؤالين الاول وبعد كده اخش في نفس الموضوع. الأب اللي عنده 3 أولاد دول، واحد عنده 5 سنين، بابا بيتكلم إن الولد ده بعض أوقات بيكسر الحاجة، يقطع، نفهم بس. الحاجة التانية إن هو حركي، خلاص، إن ماما بتلبيله كتير من الطلبات في فترة بابا كان غايب فيها. الحركي دايما، الطفل الحركي ودول نسبة من الأولاد بيبقى طاقتهم أعلى من معدل الأولاد التانيين، وبيبقوا ميالين للحلويات والنشويات أكتر، وميالين للعب الحركي أكتر منه اللعب الذهني، شاطرين بس ما يقعدوش على المكتب. الأولاد دول طبيعتهم حركتهم زيادة، يبقى أي مشكلة هتحصل نتيجة للحركة يبقى نعمل إيه في الحركة؟ نقللها، نقلل الكربوهيدرات الدهون، نقلل السكريات، نقلل كمان الحركة بزيادة التدريبات، يتدرب وما يقعدش فاضي، ده يساعد ماما في كذا وكذا ويعمل كذا. الأهم في الطفل الحركي إنه لازم يتعمل له نظام عوائد، اللي عاوزه لازم يتعب عشانه عشان يحس بقيمة الحاجة. فنبتدي اللي هيساعد ماما في البيت، اللي هيساعد ماما في البيت يبقى هيبقى فيه عائد، اللي هيعمل كذا هيسوي كذا. فأهم حاجة في الطفل ده إنك تشغل حركته بأقصى درجة ممكنة، ويبعد عن الألعاب اللي هي الإلكترونية، عشان الألعاب الإلكترونية بتزود الطاقة والحركة. عندنا مدام أسماء بتتكلم على ولدين 8 سنين و7 سنين، ولدين فوق رؤوس بعض، والأولاد لما بيبقوا فوق رؤوس بعض بيحبوا يلعبوا كتير ويحبوا يتنافسوا ويحبوا يحتفظوا بحاجتهم. مفيش مانع إن أنا أحتفظ بحاجتي، ومفيش مانع إن أنا ألعب مع أخويا ولو بإيدي، بس لازم نحط حدود. الحدود دي كالآتي: اعمل مسابقة اللي هيدي التاني اللي هيطلبه هيبقى فيه عائد. العائد ده ممكن يكون حضن، ممكن يكون لعب، ممكن يكون قاعدة قدام التلفزيون، ممكن يكون حاجة بيحبوها. اعملي مسابقة بينهم، في اللي يخلص الأول هيحصل على اللي هو حبه. حطيهم في تنافس، اللي يوضب الأوضة والصالة ونشوف مين أحسن. وجهي الطاقة بتاعتهم مش للهري والنكت. الحاجة الأهم لازم تهدي، لأن يبدو إن الولاد معصبينك، ويبدو إن الولدين دول دماغهم ناشف، ويبدو إن الولدين دول ما بيجوش بالأوامر، بيجوا بالحنية أكتر، بالطبطبة أكتر. أما يبقى في خلاف ما بين ولد وبنت أو بنتين أو ولدين في البيت، يا ريت تسيبيهم هما يحلوا مشاكلهم،
ما تتدخليش، لانك يوم ما هتتدخلي هيحس طرف انك ميالة للطرف عن طرف اخر، فيحس بالتفرقة في التعامل، فيحس ان هو عاوز يعني يسيطر على الموقف. لكن هما سامعيني وهما هيخشوا في تنافس في مسابقة انت هتعمليها الحلقة الجاية ان شاء الله يوم الاثنين الجاي في نفس الموعد، هتتصلي بيا وتقولي لي مين فاز فيه في المسابقة بتاعت المساعدة، المذاكرة، اللعب، قدروا يحلوا مشاكلهم قد ايه كم مرة، وتمشي الامور. وبعد المعنى بتاع الحلقة مش صغير، اقول لكم حاجة، انا شخصيا عني فضل ابي وامي كل يوم عن يوم بحس بيه اكتر من الايام اللي قبلها. غريبة ان الاب يقولك مش هتحس بقيمة وغلاوة الابن الا لما تخلف، مش هتحس بتعب بابا وماما الا لما تجيب اطفال. المعنى الكبير ده لازم يوصل لعيالنا، احنا مش بنقدم ماديات لعيالنا، احنا عاوزين اولادنا يحسوا بالفضل لاصحاب الفضل الحقيقيين. في لحظة ببيع البيت عشان صاحبي، وبنوتة عشان حبيبها، وابن عشان اللي متعلق بيها، وأبناء عشان أصدقاء السوء، ويسيبوا بابا وماما بكل الفضل لأن إحنا ما وريناهمش الفضل ده، ما حسسناهمش الفضل ده. أولادنا ما تعبوش عشان يحصلوا على اللي عاوزينه، بنجيب لهم الحاجة من غير أي جهد، ما عملوش مجهود، والأفضل مجهوداً هو اللي بيحصل على الأفضل شيء. ما علمناهمش يشاركونا في حياتنا وفي مشاكلنا وفي تقسيم المرتب والدخل، وهنصرف كذا ونعمل كذا ونسوي كذا ونجيب الشهر ده كذا والشهر اللي جاي كذا. ما حملناهمش مسؤوليات مصروف البيت يومين تلاتة كل واحد فيهم عشان يعرف حجم الصرف، والصرف ده جاي من جهد بابا بيقدمه. ما خدتش ابني في ايدي لشغلي يشوفني وانا بتعب وانا برهق وانا بوصل للمرحلة اللي موجودة. ما دخلتش بنت المطبخ عشان تشوف حجم الوجبة اللي بعملها بتاخد مجهود قد ايه، عشان تحس بالتعب، عشان تعرف ان انا ما بقدمش اكله، انا بقدم حب ومشاعر ورضا وفضل. لا تسرفوا كثيرا بلا اهداف، لا تسرفوا كثيرا بلا اهداف. خلي حياتنا كلها اهداف في بناء الشخصيه وتركيبتها، ده اللي هيدوم. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.